هاي بوليس مش طايقني. تسلم قلب اخوك والله، انا يعني مش عارف يعني ايه ده، هو ده الهاك؟ انا عداك اخويا ده يا بني ادم، في عدو الهاك خرج، خرجوا الهاك. لا يا جدعان انا عايزه. لا ما عداك يا جدعان والله، ما قادر عداك كده. يلا بينا، بس وحات امكم مش نقولهاش شلل. انا عاملها هارد ولا عاملها سيب، انا ما فاكر والله. انا عربيتي فين؟ عربيتي انا فين؟ الخريطة فين؟ طب اخد دي. طيب يا ابني اركب ورا، اعمل ايه؟ ما تجيبليش جلطة اصلا. طب اركب انت دي. طيب ايه ده؟ اهدى اهدى حبيب قلبي، اهدى اهدى، هموت هموت، اهدى الهادي يا عم. علمناك عليها عشان انت بهيمة. ايه ده؟ بص يا غالي، شو وقتك بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ابن اللعيبة اعدلها بقى عشان انا اقع. بموت هموت بموت 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 يا غالي. بوليس مين؟ العربية اللي معايا ما ينفعش اطلع من الشباك اصلا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حط امك يا فاهم. المهم بتقول ان احنا نروح بامان. ها يا ابني بقى ماشي. ايوه والنبي نزلني تحت، عايز اركن هنا والنبي. ماشي، كان نفسي اركن ورا مش حاجه يعني. لا 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 لا. راح فين يا غبنت؟ اعدلها بقى اعدلها عشان ما اموتش. اعدلها هموت يا ابن اللعيبة، تعجبني طير، أنا مبسوط منك. يلا تاني. الله الله، شايفين يا جدعان؟ وأنا رايق فاهم، قاعد ورا رايق جدا، ولا كأني بطير بالعربية. على وضعك يا اسطى، على وضعك، طير من هنا. ولد كبير شبح تنين. تمن التنين مات. الطريق من ورا غالي، الطريق من فوق. ها من فوق من فوق من فوق اللي احنا عايزينه من فوق. ويت فور تيم لوس ذا كاب يا ابني، احنا خلاص لص. والله العظيم الكاب مشي من عندنا. والله البوليس مبقاش معانا، والله والله البوليس بيدور علينا. ماشي، ده 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 مش فاهمها دي بقى، دي وقعت منه تقريبا برضو. ماشي يا اسطى، ما تسلمني شحة امك والله العظيم. هو مين ايه ده؟ ده في حد بيطير زينا ولا ايه؟ ده ايه ده؟ يا ابن اللعيب، انا فين بس اصلا السكواد اللي معايا؟ اصلا؟ طب ايه انت، الكابس هيروحوا منكم النهارده ولا ايه؟ ايه جعجع دي؟ فيرجو مش عايز تتعرف عليا خالص. اخويا الهاك،
اخويا الهاك اللي بيطير بالعربية، انا مبسوط منك. عايزين حاجة تخش الكنبة بس هنا. شكرا جدا اخويا الهاك، والله مش عارف انا من غيرك كنت خلص المهمة دي ازاي. والله شكرا جدا، شكرا شكرا جزيلا. المهم خلصنا في ثانيتين، احنا طرنا وهو طار بالعربية. ما اعرفش انا ما عملتش اي حاجة، بس سيلفر. انا عملت اي حاجة في حياتي؟ خدت سيلفر في الاخر. ما علينا، انا موافق يا عم. يلا